احبابي طلاب الصف الاول الثانوي مع حصه جديده ان شاء الله مع شريكنا الفيزياء، وهنتكلم عن قوانين نيوتن. ولادنا المحترمين، النهارده حصتنا بتشمل قانون نيوتن الثاني، الفرق بين الكتله والوزن، بحيث ان الوزن قوه فبيحكمه هو كل علاقات القوه، كل علاقات قوانين نيوتن. بعد ما اتكلمنا عن كميه التحرك في الحصه اللي فاتت، نبدا الاول. طبعا كمية التحرك احنا عرفنا فيها ان في علاقة ما بين القوة وما بين كمية التحرك. طيب قانون نيوتن التاني، طبعا كلنا عارفين قصة نيوتن الشهيرة يا شباب، عارفين قصة التفاحة، التفاحة اللي وقعت على نيوتن. حضرتك هنا فكرت فيها ازاي؟ انا فكرت في التفاحة دي يا مستر انه كان ممكن ياكلها، تمام، ولكن الراجل فكر ليه التفاحة وقعت على الأرض ما راحتش في اتجاه القمر؟ طب إيه السبب؟ أكيد في جاذبية. طب الجاذبية دي مصدرها إيه؟ وليه؟ وهل الجاذبية دي ليها قوة معينة؟ هل الجاذبية ليها قوة معينة يا شباب؟ طيب واتجاه القوة دي فين؟ تعال نبص كده مع بعض. قانون نيوتن لو بصينا للشكل اللي قدامنا ده هنلاقي قدامنا شكل تجذبه قوه F، الشكل الثاني تجذبه قوه اكبر. طبعا احنا عارفين ان القوه كميه متجهه، بحيث ان هنا متجه القوه او مقدارها كبير، في الشكل الاول اللي على اليمين متجه القوه او المقدار اصغر، ولكن هنا لو زودنا القوه ايه اللي هيحصل؟ فكر كده، لو احنا بندفع جسم بقوتين، قوة أصغر شوية، قوة أكبر، قوة أكبر كتير. أكيد يا مستر كل واحد فيهم هيتحرك. طيب، اتحرك حركة انتقالية، تمام. يعني هيتغير مكانه. وبعدين، إيه أثر الحركة دي؟ قال لي ببساطة جدا يا مستر، إذا كانت مقدار القوة أكبر، أكيد هيتحرك بسرعة، التغير في سرعته هيكون أكبر، وبالتالي العجلة هتكون أكبر. يبقى هنا نقدر نعرف مع بعض. إذا زاد مقدار القوة تزداد مقدار العجلة. تاني، إذا زاد مقدار القوة بتزداد مقدار العجلة. إيه ده؟ حضرتك تقصد كده إن القوة والعجلة بينهم تناسب إيه؟ برافو عليك، تناسب طردي. يبقى تتناسب القوة تناسبا طرديا مع العجلة، بس بشرط عند ثبوت الكتلة. يبقى هنا العجلة تتناسب طردي مع القوة، يبقى كلما زادت القوة زادت إيه؟ العجلة. ايه ده؟ ده تفكير نيوتن يا اخوانا، احنا بنفكر زيه. بصوا احنا كلنا بشر والمخ واحد، لكن هو شغل مخه، احنا ليه نصعب الموضوع على روحنا؟ طب تعالى كده نكمل مع بعض. لاحظ قدامك كده الشكل اللي طلع ده. اي قوه بتاثر على الجسم قلنا بتحركه حركه انتقاليه. دي تجربه كانت جميله جدا. نفس القدم دفع الجسم خفيف ودفع الجسم تقيل. الجسم عالي الكتلة حركته كانت ضعيفة، حركته بسيطة. الجسم منخفض الكتلة، ها؟ أيوه، الحركة كبيرة. إذا يا شباب، إذا زادت القوة، إذا كانت القوة ثابتة، مين بقى اللي هيؤثر في العجلة؟ أيوه، الكتلة. يبقى العامل الثاني اللي هيؤثر في العجلة هو الكتلة. بزيادة الكتلة تقل العجلة، وبنقص الكتلة تزداد العجلة. الأجسام الخفيفة هتتحرك إذا أثر نفس القوة على جسمين. الجسم الخفيف التغير في سرعته هيكون أكبر، والجسم التقيل التغير في سرعته هيكون أقل. وبالتالي هنا أيوة، يبقى الكتلة علاقتها إيه بالعجلة بقى؟ ها، العجلة تتناسب عكسيا مع الكتلة، بس بشرط عند ثبوت القوة. لاحظ الشكل اللي ظهر قدامنا كده، القوة ثابتة، الجسم تقيل، متجه العجلة ماله؟ تاني يا شباب، ما احنا اتفقنا ان المتجهات مكملة معانا، ما تسيبهاش. طيب متجه العجلة هنا ماله؟ اللي متجه العجلة هنا، إذا كانت القوة ثابتة، متجه الجسم الكبير في الكتلة عجلة أقل، الجسم الأقل في الكتلة عجلة إيه؟ أكبر. يبقى كده احنا وصلنا لعاملين، ايه هما يا مستر بقى؟ احنا اتفقنا على ان القوة بتتناسب مع العجلة والكتلة بتتناسب مع العجلة. بزيادة القوة تزداد العجلة، يبقى تناسب طردي.
بنقص القوة تقل العجلة، تناسب طردي. طيب الكتلة، إذا زادت الكتلة تقل العجلة، يبقى كده تناسب إيه؟ عكسي. طب وبنقص الكتلة تزداد العجلة، يبقى تناسب إيه برضو يا شباب؟ تناسب عكسي. طب مع أولادنا بقى كده المحترمين، يبقى العوامل اللي بيتوقف عليها العجلة، أول عامل هي إيه؟ القوة تتناسب طرديا مع العجلة، والعامل الثاني الكتلة اللي هو بيتناسب عكسيا مع إيه؟ مع العجلة. يبقى العجلة تتناسب طرديا مع القوة وعكسيا مع الكتلة يا مستر. على فكرة نيوتن ما عملش أكتر من كده، جمع التناسبات دي وحطها في قانون واحد. تمام، احنا اتفقنا التناسب الطردي اللي هم المقسومين او اللي في مستوى واحد وبينهم علامة يساوي، والتناسب العكسي هم المضروبين او اللي في مستويين مختلفين، اللي هي ناتج مستويين مختلفين وبينهم علامة يساوي. تاني يا شباب، المقسوم دايما العلاقة بتاعته علاقة ايه؟ طردية، والمضروب علاقته ايه؟ عكسية. إذا نقدر نجمع العجلة اللي هي الـ A والـ F والـ M في قانون واحد؟ آه طبعًا، اللي هي هتمثل الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني، هي الـ F هتساوي الـ M في الـ A. F هتساوي الـ M في الـ A، لاحظ كده الـ F والـ A مقسوم، يبقى العلاقة بين الـ F والـ A علاقة إيه؟ برافو عليك، طردية. طب والـ F والـ M؟ الـ A والـ M مضروب. واحد هيقول لي طب ما فيش علاقة بين الـ F والـ M؟ تمام، ممكن لو قال لي عند ثبوت العجلة، ودي هتتضح قدامنا وهقول لك عليها في العلاقات البيانية. يبقى أقول لأولادي المحترمين كده، العوامل اللي بتوقف عليها العجلة هي إيه؟ القوة والكتلة. كتلة تناسب طردي، القوة آسف، القوة تناسب طردي والكتلة تناسب عكسي، وبالتالي قانون نيوتن الثاني الصيغة الرياضية الخاصة بيها هتقول لي إن الإف بتساوي إم إيه. الإم تتناسب او الايه تتناسب عكسيا مع الام وطرديا مع الاف. معلش انا بكررها كتير يا شباب، لان انا محتاج ان حضرتك تكون فاهمها كويس وان حضرتك تقدر تطبق عليها. خد بالك احنا كنا واخدين الاف دلتا بي على الدلتا تي، يعني ام دلتا في على الدلتا تي، يعني حضرتك طب ما هي نفس الموضوع يا مستر كده. وبالتالي نقدر نحط نص للقانون، ما تتعبش نفسك، اقرا حضرتك لسه قايله، اقرا التناسبات اللي انت قايلها. يا شباب الفيزياء هي مملكه القوانين، لو انا عرفت القانون كويس هقدر اقول اي نص لفظي. يعني خد بالك كده، هنا اذا اثرت قوه اف على جسم فهي بتكسبه ايه؟ عجله. العجله مالها؟ تتناسب طرديا مع القوه وعكسيا مع الكتله، يبقى اذا اثرت قوه على جسم فانها تكسبه، ها؟ تكسبه عجله. تتناسب طرديا مع القوة وعكسيا مع الكتلة. يبقى أولادي المحترمين أعتقد كده الموضوع طلع بسيط جدا يا مستر، ده احنا بنقرأ العلاقة الرياضية تاني. يبقى نجيبها كده بسرعة، نقولها تاني كده بسرعة، ونجيبهم من الأول عشان نشوف الأشكال والعوامل. تاني كده يا شباب، أنا إيه ده يا مستر؟ أنت رجعت لنا الحصة الأول ليه؟ عشان نفتكر تاني، قلنا تاني القوة اختلفت، وبزيادة القوة ها تزداد العجلة، وبالتالي التناسب بينهم تناسب ايه؟ طردي. خد بالك لأن الشكل ده بيجي لك مرسوم، لا مش الشكل المتحرك طبعا، شكل القوة والعجلة أو شكل الكتلة والعجلة. طبعا إذا زادت الكتلة تقل العجلة، وبالتالي التناسب بينهم تناسب ايه؟ عكسي، زي ما ظهر قدامنا. ممكن يجيب لي نفس الأشكال ويقول لي أثرت قوتين مختلفتين على الجسمين ام واحد وام اثنين، أيهما يتحرك بعجلة أكبر؟ قوتين متساويتين، على فكرة أنا جايبها لك من الأسئلة. يبقى قلنا تاني القوة طردي مع العجلة والكتلة عكسي مع العجلة، وبالتالي نقدر نطلع صيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني اللي هي الـ F بتساوي الـ M في الـ A، ونقدر نطلع بقانون نيوتن الثاني اللي هي إذا أثرت قوة محصلة على جسم فإنها تكسب عجلة، تتناسب طرديا مع القوة وعكسيا مع الكتلة. ما شاء الله الموضوع سهل. طيب نقيس القوة ازاي بقى يا مستر؟ بسيطة ولا لا؟ قياس القوة عندنا احنا ممكن نقيس القوة عن طريق جهاز يسمى الميزان الزنبرجي. ما هو الميزان الزنبرجي؟ طبعا على فكرة القوة والوزن بيقاسوا بنفس الجهاز. الميزان الزنبرجي هو ميزان يعتمد على قياس الكمية بالنيوتن. هيجي حد يقول لي يا مستر الميزان اللي حضرتك كاتبه
او جايبه لنا ظاهر عليه كيلو، تمام. هو بيقيس الكتله وبيقيس القوه، ولكن هو في الاصل هو قياس القوه، لانه بيضرب مقدار الكتله بالكيلو جرام في عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي الوزن. طيب وحده قياس القوه، برافو عليك، اللي هي النيوتن، اللي هي تكافئ ايه؟ مش الاف بتساوي ام في الايه؟ ام كيلو جرام، وايه متر على الثانيه تربيع، تبقى تكافئ كيلو جرام في المتر على الثانيه تربيع. الله مستر، احنا قلنا قياس القوه، ايوه، عايزين بقى نشوف النيوتن ده. لو اف واحد نيوتن والكتله واحد كيلو جرام، هتبقى العجله ايه؟ ايه ده، واحد متر على الثانيه تربيع، ما هي واحد على واحد. أو لو العجلة 1 متر على الثانية تربيع والكتلة 1 كيلو جرام، إذا القوة هتساوي 1 نيوتن. يبقى تقدر تحط لي النيوتن، أه ما أنت قلت لي يا مستر كيلو جرام في المتر على الثانية تربيع. برافو. حطها بقى بالأرقام، يبقى 1 نيوتن بتساوي 1 كيلو جرام في 1 متر على الثانية تربيع. تقدر بقى كده تحط لي تعريف للنيوتن؟ بص بقى. بصوا يا ولاد، أنا هقول لكم على طريقة جميلة جدا في صياغة التعريفات أو صياغة المصطلحات العلمية للفيزياء. إحنا قلت لك إحنا في الفيزياء بننطق قوانين، بمعنى لو رجعت لكمية التحرك، ارجع لحصة الاثنين اللي فات، هتلاقي حضرتك أنا قايل لك إن كمية التحرك هي أصل ضرب الكتلة في السرعة. البي بتساوي الإم في الفي يا مستر، أه تمام. أنا ما عملتش حاجة، أنا وصفت القانون، أنا قلت إنها كتلة في سرعة. طيب، وهنا لما أجي عرفت قانون نيوتن التاني أو حطيت له صيغة لفظية، وصفت التناسبات، ما هو القوانين أساسها التناسب. قلت إن العجلة بتتناسب طرديا مع القوة وعكسيا مع الكتلة. طب لو أنت بتعرف وحدة قيس، بصوا يا شباب، هتمشي بخطوتين. ايوه، ايه هما بقى مثلا؟ عرفنا كده عشان الموضوع يبقى بسيط. رقم واحد هتقول لي هي بتقيس ايه؟ تمام. رقم اثنين حضرتك ببساطه شديده جدا هتخلي مفردات القانون كلها مستر، ما هو مش ممكن تبقى نص ونص ونص او اثنين ونص مثلا؟ بلاش التكلف. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقول ان النيوتن دي وحدة قياس مين؟ وحدة قياس اف. يبقى النيوتن هي اف، هي القوة. امتى؟ إذا كان ام في ايه بيساوي واحد، عشان تبقى واحد نيوتن. ما يجيش بقى واحد يقول لي نص وهنا اتنين عشان يروحوا مع بعض، ده اسمه تكلف. احنا اتفقنا سويا ان احنا نخلي باقي مفردات القانون كلها ترد الى الوحدة، يعني واحد كيلو جرام واحد متر على الثانية تربيع. يبقى هنا النيوتن هو عبارة عن إيه؟ هو مقدار القوة اللازمة لإكساب جسم كتلة، كتلته 1 كيلو جرام، عجلة مقدارها 1 متر على الثانية تربيع. تاني يا شباب، النيوتن هو مقدار إيه؟ مقدار القوة اللازمة لإكساب جسم كتلته 1 كيلو جرام، عجلة مقدارها 1 متر على الثانية إيه؟ تربيع. طيب، من القانون نقدر نحط علاقات بيانية. بص كده، في الأصل احنا هنا بنمثل العلاقة ما بين الـ A و 1 على M، ايوه كده. وممكن امثل العلاقة ما بين الـ F والـ A عشان تديني M. بصوا يا شباب، تاني احنا هنبص للعلاقات البيانية اللي قدامنا كده عشان نعرف هي بتمثل ايه بالظبط. بصوا لك الموضوع ببساطة، امتى امتى اختار العلاقه البيانيه الاولى واقول انها صح وتبقى اصح من الباقي، وامتى اختار الثانيه وامتى اختار الثالثه. بص معايا كده وناخدهم واحده واحده. لو بصينا على العلاقه ما بين الـ A و1 على M، حضرتك كده بتقول ان الـ M بتتغير. اه تمام، كده يبقى الـ M بتتغير، كده ما يبقاش جسم واحد، ما هي الكتله دايما كتله الجسم ثابته، كده ما يبقاش جسم واحد. ولكن هنا انا بقول ايه؟ بقول ان قوة واحدة اثرت على عدة اجسام. تاني، قوة واحدة تؤثر على عدة ايه؟ اجسام. وبالتالي اذا كان نفس القوة تؤثر على عدة اجسام،
يبقى احنا يا شباب هتبقى دلتا ايه على دلتا واحد على ام اللي هي تساوي عدديا ام في الاي، او دل او الام واحد على ايه اللي هي برضو هتساوي عدديا ام في الاي اللي هي هتساوي اف. ده لما تكون القوة هي اللي ثابتة والاجسام كتلتها هي اللي ايه بتتغير. تاني كده نرجع لهم ناخد بشكل شكل، يبقى الشكل اللي قدامنا ده كده اختاره امتى؟ لو قال لي اثرت قوة واحدة على عدة اجسام. تاني يا ولاد، اثرت ايه؟ قوة واحدة على ايه؟ على عدة اجسام مختلفة. يبقى انا هختار انهي شكل؟ قوة واحدة القوة الثابتة والاجسام بتختلف في كتلتها وبتختلف في العجلة، يبقى هختار الشكل الاول اللي ظهر قدامنا. طيب اذا قال، خد بالك بقى من الشكل التاني كده، امتى ارسم العلاقة بين الاف والاي؟ اذا اثرت عدة قوة خلال اوقات مختلفة على نفس الجسم. على نفس الجسم معنى كده ان الام ثابتة، معنى كده ان كتلته ايه؟ ثابتة. معنى ان الكتلة تبقى ثابتة، معنى كده ان حضرتك تقول لي ايه؟ الكتلة ثابتة، يبقى هنا هرسم العلاقة ما بين الاف والاي وهم علاقة طردية، والاف على البسط والاي على المقام، ويبقى ميل المنحنى ام. انا عارف ان انت عايز تفهم الجزئية دي تاني. طب بس نشوف الشكل التالت. هنا بقى لو قال لي ايه؟ اثرت على عدة اجسام فاكسبتهم نفس العجلة. نفس العجلة يا مستر ازاي؟ طب انا عندي هنا الايه هي اللي ثابتة عشان نطلع الميل بيساوي الايه. يبقى تاني يا ولاد نلاحظ تاني الاشكال التالتة. مين بقى اللي ارسم العلاقة بينهم عشان تساوي التالت؟ التالت هو ميل المنحنى، وبالتالي لان ده ميل منتظم هيبقى ميل ثابت. يبقى حضرتك هنا في الشكل الاول انا هنا اتفقت ان قوة ثابتة، قوة واحدة على عدة اجسام، يبقى مين الثابت؟ الاف. يبقى انا هعمل ميل يساوي اف، سواء كانت بين A واحد على ام او ام واحد على A. طيب في الشكل الثاني احنا هنا بنقول جسم واحد، جسم واحد بمعنى جسم واحد يعني الام هي اللي ثابته يا ماستر، يبقى كده هرسم علاقه بين الاف والاي. طب الشكل الثالث انا هقول لك اجسام تكتسب تؤثر عليها عده قوى فتكتسب نفس العجله، يبقى الاي هي اللي ايه؟ هي اللي ثابته. الموضوع يا شباب طلع بسيط قوي يا مستر. طيب تعالى ناخد كام مثال كده، ومعلش بسرعه معايا يا شباب. يلا بيقول لي هنا جسم كتلته 3 كيلو جرام يتحرك، او كتله جسمتها قيمتها 3 كيلو جرام تتحرك بعجله مقدارها 20 متر على الثانيه. انت ايه رايك؟ انا عايز اسمع رايك يا شباب. طبعا انا عارف ان في واحد صاحبي كده بيقول لي يا مستر عايزين اسئله. يا باشا ما احنا اتفقنا ان الفيزياء ما فيهاش حاجه معقده، بس مش سطحيه قوي كده، بس وارد. وعلى فكره السهل الممتنع ان حضرتك يجي لك السؤال ويبقى سهل وحضرتك تلخبط نفسك فيه. طب تعالى كده بص معايا، الام بتساوي ايوه برافو 3 كيلو جرام 3.10 كيلو جرام، وايه 20 متر على الثانيه. خلاص انا اقدر اجيب القوه بسهوله جدا يا مستر كده، لان الاف بتساوي الام في الايه. ايه ده طلعت 6. السلام عليك. طب ما نشوف سؤال تاني اصعب شويه. ما فيش حاجه صعبه، الفيزياء ماده جميله، وطبعا اسمحوا لي ان انا اشكر اولادي بكلامهم الجميل اللي حصل في الحصه اللي فاتت، وردود الجميله، وبارك للناس اللي قالت جبنا امتياز حلينا كويس، والناس اللي قالت احنا قصرنا في حق روحنا. فرصه قدامك، الخطا ما بيكونش خطا غير اذا استمر. طول ما الخطا انت بتنهيه ان شاء الله ربنا يوفقك وهتبقى في مكان افضل تخدم نفسك بلدك دينك. احنا معانا امانه كبيره هي بلدنا ولازم نرتفع بيها ان شاء الله. يلا يا شباب انا سبتك تقرا السؤال ومستني، كنت مستني الاجابات، وبشكر الناس اللي بعت الاجابه الجميله. بص كده، دفعنا كرتين مختلفتين في الكتله بنفس الوقت بقوه 100 نيوتن. خد بالك الكتل اختلفت، ولكن القوه ايه؟ ثابته. يعني لو كنا بنرسم علاقه بيانيه كنت رسمت العلاقه بين ام واحد على ايه او ايه واحد على ام. الكتله الصغيره 5 كيلو جرام والكتله الكبيره 10، مين يصل للنهايه اولا؟
واحد يقول لي استنى يا مستر، القوة ثابتة، العلاقة بين العجلة والكتلة علاقة إيه؟ ها؟ العلاقة بين العجلة والكتلة علاقة عكسية. إذا الكتلة الأكبر تكتسب عجلة أقل، وبالتالي سرعة أقل، وبالتالي تتأخر، وبالتالي الصغيرة هتوصل الأول. شفت؟ هنا بقى الأسئلة اللي هي موضوعها سهل وإجابتها أسهل كمان. طيب تعال نشوف اللي بعدها. إذا دفعت أنت وزميلك طاولة كتلتها 20 كيلوغرام بقوة مقدارها 50 نيوتن لكل منكم. لا لا لا، ده أنا عايز بس أركز في الحتة هنا صغيرة. قوة مقدارها كام يا شباب؟ 50 نيوتن يا مستر. ده بيقول لي لكل منكما. يعني أنت أنتوا الاتنين بتزقوا، أنتوا الاتنين بتدفعوا الجسم، أنتوا الاتنين قوتكم مع بعض. يعني ده دايما قانون نيوتن الثاني بيتعامل مش مع قوة، مع قوة محصلة. وبالتالي محصلة القوة اف 1 زائد اف 2، او طبعا هنا انا ضربت 2 في 50 قلت 2 اف، لان القوتين متساويتين، يعني القوة اللي احنا هنستخدمها هي 100 نيوتن. وبالتالي خلاص يا جماعة الموضوع طلع سهل جدا. الاي بتساوي ها اف على ام، وبالتالي الاي هتساوي 100 على 20 تطلع 5 متر على الثانية تربيع. طيب نشوف سؤال كمان. ده انا جايب لك اسئله كتير، ما انا قلت لك كده ان شاء الله هتبقى متعتنا كلها الحل الكتير، وباذن الله حل اكتر كمان. طب انا بس انصحوا زمايلكم يا شباب، انصحوا زمايلكم متابعه منصتنا، منصه بث مباشر رقم واحد اللي احنا معاه في مباشر، واعتقد فينا ناس كتير قوي عرفت ان بجد هي انفع ليك من اي نظام تاني. فان شاء الله باذن الله انصح زميلك، اعرفه ازاي يتابع المنصه، ازاي يكون معانا، ازاي يتفاعل معانا، واحنا معاك ان شاء الله كلنا في خدمتك، بس انت تكون في خدمه بلدك. جسم كتلته 5 كيلو جرام يتحرك بعجله ناحيه اليسار مقدارها 10 متر على الثانيه. السؤال ده بقى من الأسئلة الثقيلة الجميلة الكبيرة. يلا الكتلة بتاعت الجسم كام؟ 5 مستر، ماشي طلع مقدار الكتلة 5 كيلو جرام تتحرك جهة اليسار بعجلة مقدارها كام؟ 10 متر على الثانية تربيع، بينما تؤثر عليه قوة مقدارها 20 نيوتن باتجاه اليمين. وبعدين يا مستر بقى الموضوع ده يعني آخرتها إيه؟ يلا بقى كده مع بعض. هو عايز ان في قوة مضادة اللي هي في اتجاه اليسار اللي هي حركة الجسم. خد بالك القوة اللي على اليمين مش بتحرك الجسم، ده بتضاد حركته. احنا بنتعامل مع انهي قوة يا شباب؟ بنتعامل يا مستر مع القوة المحصلة. طيب لما يكون واحدة يمين والتانية شمال، إذا واحدة موجب والتانية إيه؟ سالب. طب لما أنا قلت اتحرك بعجلة في اتجاه اليسار، إذا اليسار هي الكبيرة وإحنا هنعتبرها هي اللي موجب، يبقى معنى كده إن حضرتك هتقول لي آه سمشن إف بتساوي الإم في الإيه؟ الإم اللي هي 5 في الإيه اللي هي 10. تاني سمشن إف بتساوي إم في الإيه؟ الإم اللي هي كام؟ 5، والإيه اللي هي كانت ال 10 عندنا. بتساوي إيه بقى؟ بتساوي القوة الكلية في اتجاه اليسار اللي هي الكبيرة ناقص قوة اليمين اللي هي القوة المضادة لاتجاه الحركة. تاني أنا عوضت عن السمشن اف ب ام في اي، ام في اي اللي هي من قانون نيوتن التاني. عرفت بقى احنا بس كل الحكاية انت بتركب القوانين وتعرف كويس قوي الاتجاهات، ان الاتجاه الشمال ها ايوه هو اتجاه العجلة أنا بعتبره موجب، أو بديله نفس إشارة العجلة طالما هو لا، إلا لو هو مديني العجلة سالب هعتبره سالب. بديله نفس إشارة العجلة، بينما الاتجاه التاني بديله إشارة إيه؟ موجبة. طيب تعالى كمل معايا كده. هو هنا عايز مقدار القوة المجهولة، خلاص الفليفت اللي هي هتساوي كام؟ 80. للأسف طبعا هي 80 يا شباب مش 70.
تؤثر القوة على جسم كتلتها 22 كيلوغرام، يوضح تمثيل بياني التغير في سرعة الجسم عند تأثير هذه القوة عليه. ما مقدار القوة التي تؤثر على هذا الجسم؟ أوجد الإجابة لأقرب نيوتن. أنت معايا كده الأول؟ هو هنا مديني كتلة، والتمثيل البياني إحنا جالنا جزء مقالي صغير كده كانت عبارة عن أسئلة بيانية، أسئلة للشرح، أسئلة بسيطة تطبق فيها القانون برضو. يعني حضرتك لو فهم تمييزة القوانين الفيزياء يا شباب، إن إحنا مقالي اختياري أسلوبنا واحد، إحنا بنحط لسيادة القانون وبنقول لحضرتك فهمه طبق عليه يلا. أنت مديك الكتلة 22 كيلو، وبعدين مديك في اي في انيشال، ها اللي هي كام؟ 5. ومديك ايه؟ الفي فاينل اللي هي كام؟ ال 20. خلاص مديني الفي اي، مديني الفي اف، وبعدين بسيط احنا عايزين الايه؟ وممكن حضرتك كنت تجيبها بالقانون الثاني، اف بتساوي ام دلتا في على الدلتا تي، وممكن نجيبها على خطوتين، يعني حضرتك ممكن تجيبها بقانون القوة وكمية التحرك، وممكن تجيبها بقانون نيوتن. طب يلا يا مستر، الإيه بتساوي دلتا في على دلتا تي، هنا أنا هجيبها بقانون نيوتن، ما إحنا بنشرح في قانون نيوتن. بس كنت ممكن أقول إن الإف بتساوي إم في الإيه أو إم دلتا في على دلتا تي، يبقى في خطوة واحدة، ولكن العملية بسيطة. الإف هنا بتساوي الإم في الإيه، وبالتالي طلعت القوة بتساوي كام بقى؟ برافو عليك، 66 نيوتن. طيب ايه ده؟ حضرتك جايب لنا اسئله كده كتير قوي النهارده يا مستر. الاسئله مش كتير ولا حاجه ولا صعبه ولا حاجه، الاسئله بالعكس انا بحاول معاك ان احنا نوصل لاكبر تطبيقات، وان شاء الله التطبيقات اكتر. التربيه فيزياء جميله وسهله ومحتاجه بس طالب بيفكر، وانا عارف ان ولادي إيه يعني ان شاء الله يكون احسن منك كلنا. طب يلا اقرا. كرة كتلتها 250 كيلو جرام، 250 جرام يعني ربع كيلو يا مستر. ما انا هضرب في 10 سالب 3 عشان احولها الى كيلو جرام، ماشي. ركلت بقوه مقدارها 15 نيوتن. عايز ايه بس؟ قول لي يلا. ما مقدار عجله الحركه التي تتحرك في اتجاه الركله؟ الله، القوة كام؟ ده الموضوع سهل قوي مستر. ده كده ده انا هجيب الايه بس اللي هي الاف ام. ما هو انت هنا ممكن يدخل لك فكرة ايه؟ فكرة ان وحدة القياس محتاجة تحويل، ما هي من ضمن الافكار. طيب يلا مثال كمان موسط اهو. تؤثر قوتان مقدارهما 20 نيوتن و 55 نيوتن على جسم. لاحظ كده انا شايف ان هما اتجاهين متعاكسين، والجسم بيتحرك جهه اليسار. طبعا اكيد هيتحرك جهه اليسار يا مستر لانه في اتجاه القوه الاكبر. طب القوه مقدارها كام؟ القوه المحركه كام؟ لسه جايبين المساله اللي كان فيها الرايت والليفت اللي فاتت، اللي كان فيها الشمال واليمين، بس هناك كان مديني العجله اللي اتحرك بيها وكتلته، كان طالب القوه الشمال مش كده؟ لا، هنا اكيد هيطلب ايه؟ ده مدينا العجله ومدينا قوتين، يبقى اكيد هيطلب الكتله اللي هي الام بتساوي اف على ايه؟ الاف هنا لا سمشن اف سيجما اف اللي هي محصله القوه، اللي هي القوتين طبعا في اتجاهين متضادين، يبقى هفترض ان الشمال موجب واليمين هو اللي سالب. ليه؟ لان هو اتحرك في جهه اليسار. طب يا مستر انا ما اعرفش اتحرك في اي اتجاه وما اعرفش اشاره العجله، حضرتك حط اي اتجاه موجب واي اتجاه سالب، والاتجاه اللي هتطلع بيه العجله يبقى هو اتجاه القوه الاكبر. كده طلعنا الام. مثال كمان، تؤثر اربع قوى في ان واحد على كتله مقدارها 20 كيلو جرام في الشكل الموضح او العجله المحصله. ركز كده معايا، أربع قوى مؤثرة على الجسم، هنجيب المحصلة القوى الأول،
طب ركز كده افقيا، انا شايف ايه في 150 و150؟ اذا القوه الافقيه صفر. طب راسيا ها 700 و900، لا يبقى 200 في جهه ايه؟ نازلين لتحت للجنوب. كده انا جبت القوه المحصله، وبالتالي اقدر اجيب العجله بسهوله جدا. ما هي الفكره واحده، ايه اللي هي اف على ام اللي هي ال 200 على ال 20 تطلع 10، وفي اتجاه القوة اللي هي في اتجاه الجنوب. يعني بس الموضوع جميل والله. إذا تضاعفت القوة المؤثرة على جسم ونقصت طوله، هنا بقى سؤال من الأسئلة الجميلة جدا جدا جدا، والأفكار اللي بيتقال عليها صعب. ولادي المحترمين، ازاي احط قانون تناسب وهو مش موجود عندي بالشكل الكامل من غير ما احفظ؟ انا عندي الاف بتساوي ام في الاي، يعني الاي بتتناسب طردي مع الاف وعكسي مع الام. تناسبات يا شباب، لو انا بقارن بين جسمين يعني اي واحد واثنين، يبقى اي واحد على اثنين الاف طردي، يبقى هتبقى اف واحد على اف اثنين، بمعنى اني واحد قصاد واحد واثنين قصاد اثنين. طب العكسي؟ لا اعكس، تبقى واحد قصاد اثنين واثنين قصاد واحد. طب ما نشوف الكلام ده معناه ايه؟ اهو نطلع المعطيات بس اللي هو قايلها الاول في المساله. اذا تضاعفت القوه يعني اف اثنين بتساوي اثنين اف واحد، وناقصة الكتله يعني ام اثنين بتساوي نص ام واحد. قلنا تاني في التناسب، الطردي واحد قصاد واحد واثنين قصاد اثنين، ده بالنسبة للعجلة اللي يتناسب معاهم، وبالتالي ايه واحد على اثنين؟ ايوه طردي مع الاف، يبقى اف واحد قصاد ايه واحد، اف اثنين قصاد ايه اثنين، عكسي مع الام يبقى ام اثنين قصاد ايه واحد، ام واحد قصاد اثنين، وبالتالي هنا عوض ده حضرتك عن الاف اثنين والام اثنين. معنى كده ان الاي واحد على، وهو هنا كان بيقول لي ان الاي واحد بتساوي ايه، يبقى ايه على الاثنين بتساوي ايوه اف واحد مضروبه بنص ام واحد. انا شلت ام اتنين يا شباب، ها يلا كده بنشيل ام اتنين ونحط قيمتها اللي هي نص ايه ام واحد. طيب وشلت اف اتنين وحطيت قيمتها اللي هي اتنين اف واحد، طبعا هيبقى اف واحد مع الاف واحد والام واحد مع الام واحد، بقت نص على اتنين اللي هي تديني كام؟ ربع، وبالتالي يبقى الاي اتنين بتساوي اربعه ايه. عرفنا قانون نيوتن التاني، وعرفنا ان قانون نيوتن التاني تاثيره في الاصل اللي هو قوه بتؤثر على جسم فتكسبه عجله، وإن العجلة بتتناسب طردي مع القوة وعكسيا مع الكتلة، وحلينا مجموعة من الأسئلة كويس جدا. ولكن تعالى كده مع بعض، الكتلة. الكتلة كانت مؤثرة قبل كده وخدناها ما يسمى الكتلة القصورية، اللي هي كانت خاصية مقاومة الجسم للتغيير من حالته. هنا الكتلة التثاقلية خاصة بثقل الجسم، بتثاقل الجسم، بمقاومة إكسابه عجلة. هي مقدار مقاومة الجسم ليكسبه عجلة عند التصادم أو عند تأثير قوة عليه. الكتلة التثاقلية أي الكتلة التثاقلية هي مقياس ل، تمام، الكتلة التثاقلية هي مقياس لقوة مقاومة الجسم، وهي نفسها الكتلة القصورية يا شباب. ما هي الكتلة واحدة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وبالتالي نقدر نقول ان الكتلة التثاقلية او الكتلة القصورية الاثنين تعبير عن القصور الذاتي، اللي هو احتفاظ الجسم بحالته، اللي هو مقاومة الجسم ليكسبه عجلة، اللي هو مقاومة الجسم لتغيير سرعته. وبالتالي الكتلة طبعا اتفقنا انها بتتناسب عكسيا مع العجلة، وبالتالي هنا لو عندي اثرت قوتين متساويتين يبقى ام واحد على ام اتنين بتساوي ايه اتنين على ايه واحد. ليه؟ لأن هنا لو قوتين متساويتين اف واحد هتساوي اف اتنين، يبقى ام واحد في الاي واحد هتساوي ام اتنين في الاي اتنين. ايه ده يا مستر؟ ده هو قانون نيوتن، تمام.
مستر استنى، في قانون نيوتن التالت كنا بنقول اف واحد بتساوي سالب اف اتنين. هقول لك انتظر يا محترم، هقول لك لحظة معايا كده. في قانون نيوتن التالت كان قوة فعل وقوة رد الفعل قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه. أما هنا إحنا بنتكلم على قوة متساوية في المقدار ولم نتحدث عن الاتجاه لأنها بتؤثر على أجسام مختلفة. تعال ناخد مثال بسرعة على الجزء ده. أثرت قوتان متساويتين على جسمين مختلفي الكتلة. كتلة الأول مجهولة وكتلة الثاني 1.5. وكانت كتلة الثاني 1. كتلة الأول العجلة اللي بيتحرك بها الأول 1.5 متر على الثانية تربيع، والعجلة اللي بيتحرك بها الثاني 4 متر على الثانية تربيع. عايز مين؟ الكتلة المجهولة؟ اقعد في القانون على طول يا أخي. ام 1 على ام 2 بتساوي 2 على ايه؟ 1. وحضرتك عندك ام 2. طب ما الموضوع كده بسيط جدا يا مستر. معنى كده ان الام دي هتساوي كام؟ برافو عليك، 3 كيلو جرام. طيب طلعنا من الكتله، طب ما احنا لسه بنقول يا شباب ان الوزن هو عباره عن ايه؟ الويت. اذا هو مستر ام في جي ولا ام في ايه؟ ما احنا هنا لما نتكلم عن الويت اللي هي قوة الوزن اللي هي قوة الجاذبية الأرضية، مستر في ناس بتسميها اف جي صح، في ناس بتسميها دبليو صح، مستر ما هو الورك الشغل بنسميه ده بنديله رمز دبليو. ما احنا اتفقنا تاني، احنا من رموزنا فيها حالة من حالات الحركة شوية. تاني يا شباب، الوزن هو ايه؟ من قانونه، من القانون اللي انا شايفه من الوجه اللي قدامي، هو قوة ولكن نادية من الجاذبية الأرضية. إذا الوزن تعرفوا بقى، الوزن يتوقف على عاملين زي القوة بالظبط، زي القوة في قانون نيوتن بالظبط يا شباب، على الكتلة. طبعا الويت دبليو بتساوي ام جي، كلما زادت الكتلة كلما زادت القوة والوزن، وبالتالي هنا تناسب طردي. وعلى عجلة الجاذبية الأرضية، وهنا برضو تناسبها إيه؟ طردي. وبالتالي يا شباب هيبقى الـ W بتساوي الـ M في جي، الويت بتساوي الـ إيه؟ الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية، الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. وحدة القياس هو يا مستر حبيبي نيوتن، زيه زي لأنه قوة، ما هي كتلة في عجلة يا شباب. الوزن عبارة عن إيه بقى؟ يبقى قوة جذب الأرض للجسم، هي قوة الجاذبية الأرضية. طيب بص كده معايا وركز في كام نقطة صغيرة. الكتلة ثابتة ولكن الوزن يتغير من مكان إلى آخر على سطح الأرض. ليه كده؟ لأن الأرض غير منتظمة المقطع. الأرض يختلف نصف قطرها ما بين خط الاستواء وبين القطبين، وبالتالي الوزن يختلف من مكان إلى آخر على سطح الأرض بسبب اختلاف عجلة الجاذبية الأرضية الناتجة من اختلاف نصف قطر الأرض. الوزن خد بالك بقى، الوزن الكتلة ثابتة في أي مكان، في الأرض في الفضاء على أي كوكب لا ثابتة، ولكن الوزن يختلف من كوكب إلى آخر تبعا للجاذبية. عشان كده وزن الجسم على سطح القمر هو سدس وزنه على سطح الأرض. ليه؟ لأن الجاذبية على سطح القمر هي سدس الجاذبية على سطح الأرض. طيب كمان يا شباب، وزن الجسم عدديا دائما أكبر من الكتلة. ليه كده يا مستر؟ لأن الوزن عبارة عن كتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. يبقى نحط مقارنة سريعة بين الكتلة والوزن بسرعة. عايزين نعرف كده مش عشان الوقت يا شباب، الكتلة عبارة عن إيه؟ مقدار ما يحتوي الجسم مادة، أو مقدار مقاومة الجسم ليكسب سرعة، أو مقدار مقاومة الجسم لتغيير سرعته، أو مقدار مقاومة الجسم ليكسب عجلة. كل دي تعريفات الكتلة. تاني، مقدار ما يحتوي الجسم مادة، مقدار مقاومة الجسم لتغيير سرعته عند التصادم، مقدار مقاومة الجسم اللي يكسبه عجلة إذا أثرت قوة عليه. طب أما الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. طب الكتلة نوعها، كتلة مستر من الكميات الأساسية ولكنها قياسية، ولكن الوزن كمية مشتقة لأنه مشتق من الكميات الأساسية وهو كمية متجهة. الكتلة بتقاس بإيه؟ كيلو جرام. أما الوزن عارف ان حضرتك شاطر وقلت لي ده قوه يبقى بالنيوتن. طيب الكتله
ثابتة لا تتغير. ليه؟ لأنها لا تعتمد على عجلة الجاذبية الأرضية. طب الكتلة بتعتمد على إيه يا شباب؟ الكتلة باختصار كده تعتمد على الوزن النوعي للمادة اللي هي العدد الكتلي. أولادنا المحترمين ما تقلقش، الأسئلة أنا قلت لك الترمينة إن شاء الله أسئلتنا هتبقى كتير إن شاء الله. هيكون لينا في الحصة اللي جاية كمان عدد أكبر من الأسئلة، وهيكون عندنا وقت كبير جدا للمراجعات. إن شاء الله نقدر نتدرب لدرجة إن إحنا نقدر نحل الفيزياء بكل سهولة جدا. طبعا نرجع تاني كده وقلت لك الوزن تاني بيتغير بتغير المكان بسبب تغير عجلة الجاذبية الأرضية من مكان إلى آخر على سطح الأرض بسبب تغير نصف قطر إيه؟ الأرض. كما تتغير العجلة من كوكب لآخر ليه؟ بسبب تغير كتلة الكوكب ونصف قطره. طيب الكتلة تقاس بواسطة الميزان التقليدي. الميزان. أما الوزن فبيقاس بواسطة إيه؟ أيوه ما هو قوة مستر، يبقى بواسطة الميزان الزنبرجي. مثال سريع لأن الحصة خلاص، جسم كتلته ومديني عجلة الجاذبية الأرضية. تقدر تجيب وزنه؟ اه طبعا يا مستر، ادي الكتله وادي العجله، يبقى الوزن ام في الجي. طيب بص كده، اذا كانت كتله جسم على سطح القمر 10 كيلو جرام فان كتلته على سطح الارض، اوعى تقسم على 6، لا كتله على سطح الارض هي نفس الكتله على سطح القمر لان الكتله يا شباب ثابته. طيب سريعا، هو دقيقتين بالظبط ان شاء الله. جسم كتلته 100 كيلو جرام على سطح القمر، تحسب وزنه. خلاص يا مستر، ما انت قلت لنا الكتله ثابته، يبقى هاخد الكتله على سطح القمر هي نفسها الكتله على سطح الارض، وبالتالي هقدر احسب الوزن من قانون الام في الجي بس بدايه عجله الجاذبيه الارضيه. لو طلب وزنه على سطح القمر كنت قسمت الكلام ده على كام؟ كنا قسمناها على 6. طيب هنا يا شباب يديني كتلة وتأثر بقوة مقدارها 550 نيوتن لأعلى، وفي عجل وفي طبعا الوزن بيضاد القوة لأن القوة الوزن إلى أسفل، وبالتالي أقدر أجيب عجلة الحركة من سمشن اف، نفس فكرة قانون نيوتن. هنا دايما رواد الفضاء يا شباب كتلتهم ثابتة لكن الوزن لما بينزل للأرض لأن في الفضاء منعدم الوزن، وفي القمر وزنه السدس، ولكن في الأرض بيبقى الوزن الكامل الناتج من الجاذبية الأرضية. أشوفكم بخير مع خالص أمنياتي القلبية دكتور أسامة محمد إمام، خبير فيزياء الضرب الزلازل التعليمية.